إجا الأكل. يا عيني يا عيني، شايف لك أيود يا شغل مرتبة حلو والله. ما شاء الله مبين إنه كنتنا آرتي، رح تورجينا إبداعاتها بالأكل بالحلو وبالطبخ. شايفة يا سنتوشي؟ الريحة لحالها بتفتح نفس الواحد للأكل. بعدين في شغلة تانية مهمة، الترتيب والنظافة كمان. شو هالطعمة هي؟ معقول؟ أنا ما توقعت أبداً إنك بتساوي أكل طيب. أيوديا، أنا من سنين طويلة ما دقت أطيب من هيك لقمة، لأنه كنتي آرتي ماهرة كتير بالطبخ وشاطرة كمان بالحلو. عجيبة، طلعت بتعرف طعمة تمك والله. بالأول فكرت إنك ما عندك ذوق بالمرة، بس طلعت بتعرف طعمة تمك. كلوا كلوا كلوا، خلصوا خلصوا الأكل. عندك الجرأة تيجي لهون لعنا؟ انت عن جد ما بتستحي وعنيد كتير. بعدين انا قايلهم ما بيصير تفوت هذا البيت نهائيا، فمين اذن لك تيجي؟ لسه عم تطلع فيني؟ اذا كان عندك ذرة اخلاق بتطلع لبرا فورا. بابا استنى شوي. شكلنا رح نتسلى كتير. الله يعلقكن ببعض أكتر وأكتر. معك حق تماماً بكل شيء حكيت. هالتصرف الوقح بحقني لو آلكا وعيلة آرتي، كان ضروري يتقلع من العرس بهالطريقة، بس كمان اتطلع على هالتصرف. هذا الشخص أكيد مو مربب بيته، لا وعنده جرأة يجي عبيتنا. وهذا بالضبط اللي كنت عم أقوله أنا، بيستاهل. ليك يا ابني يا أيوديا، ليش ما بتقلعوا من البيت لهاد؟ خليني نلع، ما بدي اشوف وشه. يلا روح.
غريب كيف هذا لسه في أكله هلا. مظبوط كلامك بابا، مظبوط. هذا الشيء اللي كنت حابب شوفه بالضبط. خلصت هالدراما تبعك ولا لسه في عندك شيء تمثيلية؟ على قليلة وقف حيلك وخداعك، ما بصير هيك. لساتك ماشي باللعبة تبعك؟ أنا بس حابب أفهم، أنت كيف بتقدر تحكي معه هيك لرفيق راجيش؟ أنت قلت له من شوي إنه واحد شرير ومغضوب عليه مثلك ممنوع يفوت على هالبيت، قل لي كيف قدرت؟ أنا رح أقول لك. خليني أشرح لك شغلة. لما بيت العيلة بيكون مليان بناس من هذا النوع، فأكيد بتقدر تحكي هيك. انت بس اعطيني فرصة لحتى اقول شو كان عم يساوي بالعرس. خلاص بابا خلاص، مشان الله خلاص بكفي. لساتك عم بتكذب علي حتى بعد ما عرفت كل الحقيقة؟ عيب. الزلمة اجا واعتذر من قاتي على تصرفه بحق الكوني اللو، وخلصنا القصة ما فيها شي. بس شو بدك تقول وتحكي عن الشي اللي عملته وعن الاتهامات اللي اتهمته فيها؟ وطبعاً مشان ما يوقف طريقك وكمان المصيبة، راجيش عرف الحقيقة كلها عنك قبل العرس، والمسكين حاول يخبرني وعمل جهده يخبرني، بس انتو الاثنين شو عملتوا معنا؟ اتهمتوه لراجيش وألفتوا عنه قصص وحكايا، شي بيتصدق وشي ما بيتصدق، وبعدين رميتوه برات العرس. انتو ما بتعرفوا معنى الصداقة. الصداقة هو الشيء الوحيد اللي بيختاره الإنسان بصدق وبمحبة. الأصدقاء هن أفراد العيلة الوحيدين اللي بيختارهم الواحد بنفسه، وبسببكم ممكن ما يسامحني رفيقي حتى لو قلت له إنه ما دخلني باللي صار. على كل حال، لو كنتوا بتعرفوا شو معنى الأخوة والصداقة ما كنتوا حطيتوني بهالموقف البشع. طلعوا فيه وانتبهوا كتير منيح، يلي قلتوه كذب عني، ويلي قارتي وعيلتي وقرايبينا انخدعوا فيهم، وكل هالقصص رح حولهم من اليوم لحقيقة واضحة. ذكرني، مو قلت إنه أنا صاحب مركز التدريب؟ وأنا بقلك لوقت ما أفتح مركز التدريب تبعي ما رح أعتبر حالي أهل لأني يكون زوج لآرتي المسكينة أبداً. لازم حول هالكذبة لحقيقة واقع، وكمان رح أجل دراستي. ما عندي غير أمل وحيد، قبل ما أفتح المركز كرمال آرتي لا رح ارتاح ولا اهدى، وما رح كون زوج لإلها. أنا محتاج المصاري ضروري كتير. أنا متفهم حاجتك الضرورية، وصدقني مقدر كل تعبك كمان، بس للأسف قرض البنك ما بيشمل حالتك أبداً. بدي اعتذر منك. ليك انا فهمان عليك، بس اعذرني، انت ما بتقدر تسحب قرض على اساس هالمستندات هاي. بترجاك استاذ، املي فيكن كبير. انا اسف سيد ديف براسات، الحصول على قرض بالنسبه لك صعب كتير كتير، وبناء على وثائقك ما بتصور حدا يعطيك قرض. انا بعتذر. ديف مش الحال؟ لا كمان ما مش الحال هون.
ما حد عم يرضى يعطيني قرض، بس صدقني إلا ما تزبط. أي أنا متأكد إنه مسائل مثل هي ما بتكون مستحيلة، بس ممكن تكون صعبة. راجيش، أنا لازم أعمل هذا الشيء، يعني بأي طريقة ممكنة. أنا لازم أشتغل ليل مع نهار، لكن أول شيء وقبل كل شيء بدي مبلغ منيح. بس أنا ما عندي مؤهلات، مين رح يعطيني قرض ضمن هالظروف؟ أنا بعرف مين ممكن يساعدك بالموضوع وبسهولة كمان. مين؟ بتعرفوا للسيد فيكاس شي؟ فيكاس؟ ايه شبك اسمه فيكاس؟ هاد يلي طلب منه أيوديا قرض؟ هذا الشخص رجل أعمال مشهور كتير، كنت اشتغل معه من قبل. ايه؟ عرفته، هذا اللي افتتح معمل أحذية. لك ايه، هذا بالذات هو بيعطي قروض من زمان، بس القصة إنه إجراءاته شوي أصعب من إجراءات البنوك والسوق، بس هو بيعطيك قد ما بدك مصاري. أنت جربه ديف، يعني ما رح تخسر شيء أبداً، ومتأكد رح يلبي طلبك. منيح إنه قلت لي هالاقتراح، أنا متأكد إنه رح يساعدني.